قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. بهذا الشعار أحيى المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بتشاد فرع ولاية إنيدي الشرق ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، احتفالية تميزت بقصائد نبوية تصف شمائله وصفاته. أحمد فضل رئيس اللجنة المنظمة لإحياء ذكرى مولد إمام المرسلين: كما تعلمون هذه الاحتفالية أقيمت كي نتذاكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكي نرد روح الإيمان فينا، فإنما كلكم جمعكم محبة النبي صلى الله عليه وسلم. أما إمام وخطيب مسجد المدينة المنورة ممثلا لرئيس المجلس الفرعي ذكر مناقب رسول الله: وهو سبب اللي جابنا للإسلام، مرقنا من الظلمات إلى النور، لأجل هكذا الله قال: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. أجواء الفرحة والبهجة لازمت المحتفلين بمولد النبي صلى الله عليه وسلم نسخة هذا العام بمدينة أم جرس.